قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار. مرحبا بكم مشاهدينا، هذه أهم عناوين أخبار اليوم. بلاغ هام من الكاف إلى جامعة الأقشع بشأن المنتخب المغربي. بعد تراجع نتائج فريقه أنصيري يقرر الرحيل عن إشبيليا والانتقال إلى فريق جديد. خبر مفرح للمغربية سينبونو قبل حوالي شهر على بداية كأس أمم الأفريقية. والآن إلى التفاصيل، لكن من قبل ما تنساش تدير جيم الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش توصلك انت الأول آخر الأخبار. أصدرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالتنسيق الوثيق مع المدرب وليد ركراكي جدولا زمنيا لرحلة منتخب المغرب إلى ساحل العاج، وذلك بهدف استكمال الاستعدادات اللازمة للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا، حيث ينصب التركيز خلال هذه الرحلة على التحضيرات الأخيرة للبطولة المزمع إقامتها في الفترة من 13 من يناير إلى 11 من فبراير المقبلين. ومن المقرر أن تبدأ بعثة المنتخب المغربي رحلتها إلى مدينة سان بيدرو في الكوت ديفوار صباح يوم 10 من يناير المقبل، حيث ستغادر من مطار الرباط سلا في رحلة جوية خاصة، وذلك بعد أن يتوجه الفريق إلى مركب محمد السادس بالمعمورة للمشاركة في المرحلة الأولى من التدريبات الهادفة لتجهيز اللاعبين للمشاركة في الكان. وقد أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بلاغا موجها إلى الاتحادات الكروية المشاركة في البطولة بضرورة تقديم القائمة النهائية قبل 3 يناير المقبل، ومن المتوقع أن تضم القائمة النهائية للمنتخب 27 لاعبا، في حين تتكون القائمة الأولية من 55 لاعبا، ويتوجب تقديم هذه القائمة الأولية قبل 14 من دجنبر. وأوضح الاتحاد الإفريقي أن القائمة النهائية ستتألف من 23 لاعبا مع إمكانية لأي منتخب إضافة 4 لاعبين إضافيين اختياريا لتصل القائمة إلى حد أقصى وهو 27 لاعبا. جدد فريق أسي ميلان الإيطالي لكرة القدم اهتمامه بالتعاقد مع الدولي المغربي سفنصيري مهاجم إشبيليا الإسبانية، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، كما أن الفريق الإسباني بات مستعدا لبيع ما تبقى من عقد اللاعب في حال توصله بعرض يلبي طموحاته المالية. وأشار موقع وان فوتبول إلى أن ميلان يستعد لتقديم عرض رسمي في يناير المقبل للتعاقد مع أنصيري على سبيل الإعارة بقيمة مالية تتجاوز 5 ملايين يورو، وهي قيمة العرض السابق من ميلان لإدارة إشبيليا. وأوضح المصدر نفسه أن ميلان يسعى لاستعارة أنصيري مع خيار الشراء مقابل 25 مليون يورو، لكن الفريق الإسباني لن يوافق على العرض في حال لم يتجاوز 30 مليون يورو. وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن أنصيري دخل أيضا دائرة اهتمام بعض أندية دوري روشن السعودية للتعاقد معه الصيف المقبل، إضافة إلى رغبة ويستام الإنجليزي في ضمه. وعلى الرغم من أن يوسف أنصيري لا زال مرتبطا بعقد مع إشبيليا يمتد حتى 30 من يونيو 2025، إلا أن رغبته الشخصية في تغيير الأجواء إضافة إلى سياسة ناديها التي تهتم بالاستثمار في اللاعبين فتحت الطريق أمام بعض الأندية للتحرك في أفق تقديم عرض رسمي لها للتعاقد معه الصيف القادم. وقد تلقى وكيل يوسف أنصيري اتصالات من بعض وكلاء فريق ميلان الذين أبدوا اهتمامهم في معرفة رغبة اللاعب في الانتقال والخوض في تجربة جديدة ابتداء من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويسعى هؤلاء الوكلاء إلى بحث المسائل المالية المتعلقة بصفقة انتقال اللاعب المغربي والتفاوض مع إدارة نادي إشبيليا بشأن هذا الأمر. أماط الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الثلاثاء اللثام عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة ذا بيست لأفضل حارس مرمى، والتي ضمت الدولية المغربية ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي، وكذلك تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الإسباني، وإيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي. وخرج من القائمة النهائية أندري أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد، ومارك أندري تيرشتاغن حارس برشلونة. وينظم حفل ذا بيست في لندن للمرة الثالثة في التاريخ في 15 من يناير القادم،
ويوجد الحارس المغربي أيضا ضمن قائمة جوائز جلوب سوكر النهائية للمرشحين الستة للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى، مع كل من إدرسون من مانشستر سيتي وتيبو كورتوا من الريال وماك ماينان من ميلان وأندري أونانا من اليونايتد وتيرشتيغان من برشلونة. تجدر الإشارة إلى أن ليونيل ميسي كان قد فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم عن العام الماضي، ويوجد في قائمة العام الحالي رفقة إيرلينغ هالاند وكيليان بامبي. أطلق المدرب الهولندي إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد تصريحا مثيرا بعد انتهاء موسم الفريق في دوري أبطال أوروبا، حيث اختتم الفريق الإنجليزي مشواره في دوري الأبطال بخسارة على أرضه بنتيجة 1-0 أمام بايرن ميونخ، ليتذيل الشياطين الحمر الترتيب ويفقد حتى فرصة اللعب في الدوري الأوروبي. وقال تن هاغ في تصريحات نقلتها شبكة بي بي سي سبورت البريطانية: لقد أبلينا بلاء حسنا، ولكننا ارتكبنا الأخطاء الفردية. في النهاية ما قدمناها لم يكن جيدا كفاية. وتابع مدرب اليونايتد: الأداء كان جيدا جدا، ولم نكن نستحق الخسارة، ولكننا خسرنا المباراة. وأضاف تن هاغ: الفريق أبلى بلاء حسنا، وكنا جيدين جدا في التنظيم الدفاعي كما كنا جيدين في الضغط، ولكننا لم نحصل على مكتسبات كافية من الأمر، وهذه هي الحقيقة. وأكمل تن هاغ حديثه بالقول: بايرن ميونخ أيضا فريق جيد حتى ولو لم يكونوا في أجواء المباراة، ولكنهم يملكون جودة فردية وكانوا بحاجة فقط إلى لحظة واحدة، ولسوء الحظ فإن ذلك حدث. كمدرب يجب أن أقوم بتطوير الفريق، ويجب أن أقوم بقيادتهم، وعلى اللاعبين تحمل المسؤولية، ويجب أن نقوم بالأمر سويا. وأضاف مدرب مانشستر يونايتد: اللاعبون أعطوا كل شيء، ولقد رأيتم الروح، يجب أن أنسب الفضل لهم، ونقوم بالإطراء على الطريقة التي يعملون بها سويا. أنت بحاجة إلى الطاقة من الدكة، وخاصة في الخط الأمامي، والخيارات كانت محدودة. وأردف تن هاغ قائلا: لا أنظر لمشوارنا في دوري أبطال أوروبا بمشاعر الندم، نحن لم نتأهل، وعلينا تقبل الأمر، وعلينا أن نتعلم منها. وتطرق مدرب مانشستر يونايتد للحديث عن إصابة لاعبيه لوك شو وهاري ماغواير، وقال عنهما: لا يمكنني التحدث عن هذا الأمر في هذه اللحظة، علينا أن ننتظر 24 ساعة من أجل إتمام الفحوصات. وصولك مشاهدنا الكريم إلى هذه النقطة من الفيديو يشير إلى اهتمامك بالأخبار التي نقدمها على هذه القناة، لذلك لا تتردد في وضع تعليق أسفل هذا الفيديو تشير فيه إلى أهم الأخبار التي تريد متابعتها.